اختت عندي سبعه البطوله الجهويه في تيان، من بعد انطلقت للشبان، عندي بطوله المغرب الضيه، بطوله المغرب اللي خولت لي اللعب، اللي خولت لي نلتحق بالمنتخب الوطني للشبان. لعبت مع درنا تكوينات مستمره مع مولاي رشيد لمده ست اشهر، من بعد لعبنا بطوله العالم، نتيجه مشرفه، رجعنا للمدينه ديالنا مدينه كترينيو، ما هبطناش يدينا. من بعد عيطوا علينا العام اللي من موراه 2009، عيطوا علينا المنتخب بالنسبه للبطوله العربيه، تم تكوين لمدة أسبوع أو 10 أيام. من بعد مشينا الإسكندرية، لعبنا البطولة العربية، أخذت فيها ذهبية، اللي من ثم كنت نحلم كنقول غادي نلتحق بالمنتخب الأول، غادي نلعب في المنتخب الأول، غادي نقدر نلعب بطولة العالم اللي كان كنحلم بها أي بطل مغربي، اللي غادي نحقو ميدالية. لكن للأسف كان العكس، وحسن من المنتخب الوطني للكبار وهادشي اللي. أنور، كيفاش جاتك الفكرة أنك تهاجر بهالطريقة هذه وتهاجر نحو أوروبا؟ بالنسبة للفكرة، الفكرة ماشي أنا أول واحد غادي هاجر للديار. إلا جيتي كتشوف بالنسبة للتاكواندو المغربي، راه لا كاع الابطال اللي كانوا قبل مني واللي معايا كاملين هاجروا للديار الاوروبيه، شي امريكان، شي السعوديه، قليل اللي بقى في المغرب. الهجره جاتني من بعد الاهمال ديال المنتخب الوطني اللي خلاني نفكر في الهجره لمده سنوات. من الان قلبت بقيت بيبان باش نمشي الطريقه الشرعيه، لكن للاسف ما حتى شي واحد ما كان في جنبي اللي خلاني نعتمد على راسي ونفكر باش نمشي طريقه ديك الطريقه، لكن ما كنتش باغي نمشي ديك الطريقه، لكن اضطريت انا كتمشي. انور، عاود لينا على الظروف، كيفاش تسجل داك الفيديو اللي دار ضجه؟ بالنسبه لأن اصلا داك الفيديو ما كنتش ناوي انني ندير به ضجه، كنت باغي هذه كنت غادي نعبر على الاستياء ديالي للجامعه والاهمال ديالهم طريقة فنية. حتى شي عييت ما نهضر، عييت ما نعبر على الكيزة، حتى شي واحد فاش كنا في البلاد، حتى شي واحد ما عاوننا، حتى شي واحد ما كان جنبي، بالعكس كان كل شيء ضدي. بالنسبة ملي كنت غادي نعبر عليها لونتوغاج ديال الناس ديال التاكوان، هو اللي كنت باغي يوصل لهم داك الميساج، لكن لقيت ان العالم كامل وصلوا الميساج، وعالم كامل شاف ديك الفيديو، والحمد لله الميساج ديالي وصل. رساله اللي تبغي توجه للناس اللي كيشوفوك دابا من قناه شوف تي في؟ بالنسبه للميساج اللي غادي نوصل انايا هو اش غادي نقول، كنتمنى من الجميع من بعد ديك الفيديو يكون واحد تكوين مستمر، الدراري الصغار ويتهلاو فيهم، لحتاج عندنا طاقات صغيره الشابه، طاقات اللي عندها الامكانيات باش تحمل القميص الوطني وتجيب ميداليات دوليه، لحتاج كاع اي مغربي كيحلم انه يلعب بطوله العالم ويجيب بها ميداليه بطوله العالم او لعب اولمبيه، اللي كلشي كيحلم بداك لكن للاسف كنتمنى من الجامعه دير واحد التغيير للشباب اللي طالع، والشباب اللي طالع ما كننصحوش انه يدير بحالي. انا الحمد لله وصلت، يقدر واحد اخر ما يوصلش، انا غامرت وكلت امري لله، غامرت وربي شاف من حالي وعرف المعاناه اللي كنت كنعاني، هو اللي كان كيشوف بيا الحمد لله، وكنت ديما كندعي كنقول يا ربي تعاوني، يا ربي توصل المعاناه ديالي، اللي ماشي غير انا، راه حنا ثلاثه الخوت، هو اللي دي يتعاون، هو اللي يتكفصوا علينا، خسروا علينا فلوس كثيره. التاكواندو ماشي غير ما بقاش رياضه ديال الفقراء ولا رياضه ديال الاغنياء، كتخسر فلوس كثير، كتلعب بطولات باش تلعب بطوله خاصك تخلص، فهمتي؟
شويه صعيبه. كنتمنى الناس يشوفوا هذا يشوفوا هذه المشاكل و اقرب وقت. انور فينك انت دابا وفين متوجه؟ فين عندك الوجهه؟ انا دابا مازال في جزيره لاس بالماس. كنفكر ان شاء الله غادي نشدو الطريق ندخلوا اسبانيا، ولكن ما عرفتش الوجهه ديالي بالضبط. مازال داك ما دخلت حتى شي باب، مازال ما عيطت لي حتى شي جمعيه، مازال ما كاين والو. حاليا باقي انا في الحاله ديالي، ولكن ان شاء الله غادي نعتمد على راسي وان شاء الله غادي يكون بخير. شكرا لك انور، شكرا.